السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض الجزء الثالث والاخير من فيديوهات المربع المتري او المتر سكوير. اللي ما يعرفهاش روح على الفيديوهات السابقة، هتلاقوها في صندوق الوصف، هتفهمكم كل التفاصيل. وتعالوا اسمعوا معايا الفيديو دوت. احنا كنا عملنا المربعات اللي هي بالشكل ده، وعملتها لكم بحجمين وكذا طريقة وكذا اسلوب. عملتها لكم مرة ب18 سلسلة ومرة ب10 سلاسل، وكل مرة كانت بتبقى مختلفة. ده كان بالغرزة البسيطة وزيه اهو باللون الفاتح لو مش عارفينه، وده كان بالغرزة العدلة. مش عارفة صراحة فين اللي هو بالغرزة العدلة على اللون الاصفر، بس هتشوفوه في الصور. اوكي، تعالوا النهاردة بقى نشتغل الفكرة بتاعت التوصيل بتاع المربعات دي، بس هنشتغلها المرة دي بغرزة بسيطة بس. تعالوا دلوقتي نعرف ازاي بنشبط مربع في مربع تاني ونبتدي نشتغله. اول حاجة استخدمي انواع خيوط تكون مقاربة لبعضها، يعني ما تستخدميش خيط زي ده مع ده، لان زي ما انت شايفة الاتنين نفس العدد ونفس التفاصيل، بس واحد اكبر من التاني. تمام؟ طبعا ده ما ينفعش معانا، لازم تأثير المربع الاتنين يكونوا قد بعض معاكي. اوكي، ده بند. البند التاني ان انتي لما تيجي تستخدمي طبعا المربع المتري هيكون معاكي بواقي خيوط، لان هو اساسا قايم على الموضوع ده. وطبعا ده مش الانترلاتك سكوير اللي هو شكله عامل كده في النهاية، لأ ده مربع من الزاوية للزاوية فعليا، لان زي ما انتوا شايفين كأنك شغالة فعليا من هنا ومخلصاه في الجزء التاني، وطبعا شفتي كان معمول ازاي. اوكي، ده حاجة. الحاجة كمان ان انتي حاولي تقربي انواع الخيوط من بعضيها، يا اما تستخدمي نفس نوع الخيط ونفس تفاصيله بس بألوان مختلفة. لو انتي عايزة تلوني، مش عايزة تلوني هتستخدمي الوان بنفس الشكل زي ما انا هعمل كده. هروح عند الجزء اللي هو الزاوية اهي بتاع المربع، وهعمل 18 واحدة، لان ده طبعا المربع اللي هو كان قايم على 18 سلسلة. هشوف هنا الاول عندي كام. هنا عندي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا هعمل كام؟ يبقى انا هعمل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهعمل مربع على طول بالجزء ده كله بالسلاسل اللي انا عملتها والسلاسل اللي عندي هنا في المربع التاني. فهمتوني دلوقتي؟ هروح كده على ظهر السلاسل واسحب واخلي معايا على الإبرة. ادي كده 3 6 9 كده 10، 11 12 13 14 15 16، وادي 17، واخر واحدة هتعمل لي 18 سلسلة. طبعا انا بحاول اخدها من الطرف، مش بحاول اخدها من فوق. برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. لما اجي اسحب ادي كده 1 2 3 4 5 6 7، وادي كده التامن. ماشي، 3 6 و2 8، ودي كده التاسع، ودي كده التاسع. في النص كده ما بينهم احط دبوس العلامات بتاعي. تعالوا حتى ناخد الدبوس ده، شايفين كأنه بعمل مربع من اول وجديد. طبعا اسهل حاجة ان انت تقسمي السلاسل بتاعتك بالنص وتحطي الدبوس في وسطهم هما الاتنين. نتأكد تاني، 3 6 و3 9. ماشي، وادي 3 و3 9، وبسحب كل اتنين مع بعض عادي لحين ما اوصل للجزء اللي احنا شايفينه ده. تمام، اهو الدبوس في النص اهو، واروح سحبة 4. اوكي، زي ما انتوا شايفين كده اهو، اكمل سحب كل اتنين مع بعض. تمام، لقينا هنا 8 سلاسل، خدنا عليهم 10، بقى معانا 18 واحدة. لو انتي عاملة المربع بتاعك 20 يبقى، ولقيتي هنا 10 يبقى انت هتزودي 10، والمسألة سهلة مفيهاش اي تفاصيل مختلفة. وبعد كده ارتفعت خدت كل اللي على الابرة معايا، سواء من السلاسل او من المربع اللي هو موجود سلفا معايا. وبعد كده اديني بسحب كل اتنين مع بعض. وقت ما اوصل للنص كده هسحب مفروض
ادي السلسلة اهي بتاعتي في النص، هنا معايا اتنين وهنا معايا اتنين. لو جينا بصينا هنلاقي نص الدبوس اتنين قبلي واتنين بعدي، منهم واحدة على الابرة نفسها. تمام، هسحب كده يكون معايا بالمنظر ده اربعة، والجزء اللي هنا ده بيعمل الجزء الرابع. بعد كده مش هرتفع السلسلة زي الغرز الصدفة، لأ بسحب على طول واكمل الصف بتاعي عادي. اوكي، من بعديها باخد طرف من السلسلة واسحب طرف واسحب. طبعا ده بيكون معايا شكل الغرزة البسيطة زي ما احنا شايفين طرف. اوكي، هنا كده التجميعة دي باخد من القمة دي واحدة واسحب، بروح بعديها شايفين. طبعا المربع ده لو هتعمليه بألوان هيكون واو، شكله تحفة. تاخدي طرف كده وتسحبي آخر الصف، تاخدي سلسلة من الجنب وترتفعي سلسلة، وآدي المنظر معايا على الإبر. تمام، وبسحب كل اتنين مع بعض. تمام، وقت ما اوصل للتجميعة، تجميعة اهي، ادي القمة اهي بتاعتها، واحدة من قبليها واحدة من بعديها، وديت الرابعة بتكون المنظر. تمام، ادي السلسلة اللي معايا على الابرة واحدة كمان، وادي القمة اهي واحدة ومن بعديها واحدة، واقفل الصف برضو بكل اتنين مع بعض. طبعا باخد كل مرة كده، وبعد كده ما اوصل للقمة باخد منها واحدة، وبعد كده بروح شايفين هنا القمة دي فيها ثلاثة بس، اللي من بعدها دي ملهاش علاقة بالتجميعة. وطبعا طرف السلسلة اللي ناحيتي الطرف اللي من ورا انا مليش علاقة بيه، انتوا عارفين الكلام ده من الفيديوهات السابقة. الجزء اللي في الجنب وارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض لحين ما اوصل للقمة. القمة اهي. تمام، طبعا بتكون في واحدة في النص، واحدة قبلها واحدة بعديها، وديت بتعمل الواحدة الرابعة، وبسحب الاربعة مع بعض واقفل الصف بتاعي عادي. اوكي، سهلة اهي، مفيهاش اي صعوبة. من الاحلى والاجمل ان انتي تشتغليها بالوان مختلفة، هتبقى معاكي الشكل ده واو، يعني هيكون احلى بكتير من انتي تشتغليها بلون سادة. ودي القمة اهي، بعد كده من بعديها بسحب. لا طبعا لو غرزة عدلة مش بتاخدي طرف السلسلة كده بس، بتدخلي في نص السلسلة زي ما وريتك الفيديو السابق، اخر السلسلة ارتفع واسحب كل اتنين مع بعض. شوفوا هنا اديني وصلت للنص، طبعا كل مرة بينقص عشان يبقى عندك اصلا زاوية. ادي هي واحدة قبلها وواحدة بعديها، يولع الابرة، يبقى كده اربعة اتنين اربعة، ما برتفعش سلسلة بسحب على طول. تمام، طرف كمان اهو، وادي القمة. تمام، من بعدها في برضو واحدة، وادي التانية والتالتة، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طيب هنا في الصوف واحدة في النص، واحدة قبليها واحدة بعديها. تمام، يبقى كده تلاتة، واللي على الابرة كانت الرابعة، واقفل الصف. اوكي، دلوقتي شايفين هي واحدة بس على القمة. اوكي، من بعدها واحدة هي في الطرف، وادي واحدة في الجوانب، ارتفع سلسلة وبكده اهو معايا اربعة بس على الابرة، وده معناه ان انا ماشية صح، وبقفل الصف بتاعي وبسحب الخيط. المنظر اهو. طبعا بما ان الالوان بتاعتنا واحدة فانا مش حاسة فرق رهيب، فاهمني؟ لكن لو عملتها بالوان مختلفة زي كده اكيد هحس بفرق. وزي ما انتوا شايفين سمك الخيط قريب جدا من بعضه، سواء ده او اللون ده او الاصفر، كلهم قريبين من نفس السمك، عشان لما تيجي تشتغلي تشتغلي على سمك محدد. تعالوا دلوقتي نبتدي في المربع اللي هو بالغرزة العدلة. تمام، احنا كده عملنا اللي هو بالغرزة البسيطة. اوكي، وده
كيان بالغرزة البسيطة برضو نفس العدد ده نفس العدد ده، الفرق الوحيد هو حجم الخيط يا بنات، مش حجم مش العدد بتاع المربع، فاهميني؟ ده اللي عمل لي بس الفرق اللي انتوا شايفينه ده، لكن الاتنين واحد، نفس العدد ونفس التفاصيل ونفس كل حاجة، هو فرق بس الخيط. ده صوف، ده قطن. ده كان بالغرزة البسيطة عملناه زي ما انتوا شفتوا، ده انا عملته بالغرزة العدلة. زي ما قلت لكم لو عايزين السمك بتاع الشغل بتاعكم يكون خفيف، اعملوه اقطان او اعملوه خيط رفيع عشان السمك ده ما يكونش تخين قوي، لان بتاع الغرزة العدلة بيكون سميك نوعا ما عن الغرزة البسيطة. وده طبعا تبع اللي انتي هتعملي عشانه، يعني بطانية او الوحدة دي اساسا، لان مثلا لو هي بطانية والبيبي غير مثلا حد كبير هيتغطى بيها، فالحمل بيكون مختلف. تعالوا نشتغل دي وشوفوا المنظر هيكون عامل ازاي. احلى حاجة للمربع ده ان انت تشتغليه يكون بواقي خيوط، فاهماني؟ بواقي خيوط ليه؟ عشان يكون اولا يعني مظبط حاله كده. هتلاقي كل مربع فعليا باين معاكي. لو مش حابة فكرة بواقي الخيوط، ممكن ان انت تستخدمي نوعية معينة من الخيط وبس، تجيبي مثلا لونين او ثلاثة على حسب ما انت حابة وتبتدي تشتغليه، هيكون معاكي تحفة. انا هنا هدمج الخيط عشان الخيط اللي معايا هنا تخين والخيط ده رفيع، فاهميني؟ دلوقتي بقى نشتغل مع بعض. المربع ده كان على 20 واحدة. دلوقتي لما اجي اشتغل، طبعا بما ان هو العدد قاسم نفسه سلفا ان دول 10 ودول 10، تمام؟ ولاحظي ان احنا بناخد من الجزء اللي هو شايفين عامل زي الضفيرة ده، بروح على اي زاوية، يعني مثلا ممكن اخد من هنا كده واكمل، ممكن اخد من الجزء ده كده واكمل. وده ليه؟ لان هي البداية، فاهماني؟ لكن مش على طول هتبقى كده، وهقولك ازاي دلوقتي هيحصل. برتفع سلسلة وبشتغل كام؟ بشتغل 10 سلاسل زي العشرة دول عشان اعمل اول مربع. 1 2 3 4 وادي 10 ظهر السلسلة، وبسحب كل الحاجات دي واخليها معايا على الإبرة. طبعا مفيش داعي ان انت تشتغلي المربع المتري بإبرة تونسي الا لو كانت الإبرة التونسي مثلا صغيرة، عشان مثلا عشان ما تبقيش يعني زهقانة من الشغل وتكوني ملخومة. لكن هو فعليا مربع وتونسي، مش معنى ان احنا اشتغلنا بإبرة عادية فهو كده مش تونسي. التونسي طبعا طريقة شغل اكتر منها إبرة. ادي كده معايا 10، وادي اعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واللي في الجنب دي 10، تمام؟ ارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. اول ما بوصل للغرزة اللي هي رقم 10 دلوقتي، بصوا 2 4 6 8، وادي كده 10، تمام؟ الغرزة رقم 10 من الجزء الشمال ده، لان هما طبعا 20 فبيبقى مقسومة اهي. لازم بقى واحدة قبلها وواحدة بعديها، اوكي؟ واللي على الابرة دي رقم 4. بعمل الزاوية بتاع المربع 2 3 4، تمام؟ ما برتفعش سلاسل، لا، بقفل على طول لنهاية الصف. وده كده اول صف معايا. عشان استكمل طبعا بدخل بعمل غرزة عدلة، تمام؟ بدخل كده وبسحب وخلي معايا على الابرة. الغرزة العدلة كأنك هتاخدي غرزة بسيطة طرف بس كده من السلسلة، وفي فراغ بتدخلي فيه وتسحبي كده من نص السلسلة زي ما احنا شايفين كده. ادي السلسلة اهي، تمام؟ ليها طرف من هنا وطرف من ورا. الطرف اهو كده كأنك كده ايه كده انت بقيتي دخلتي في نص السلسلة، وادي الفراغ اهو. بدخل واروح سحبة القمة دي، باخد منها واحدة. فيما بعد القمة طبعا هنا بيكون في 3، الرابعة دي مش تبعها، لأ دي سلسلة عادية. وارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. طبعا الصف التاني بقى بيبقى الموضوع سهل اكتر من الصف اللي هو من قبل. ليه؟ لان هنا اهي القمة، هنا في واحدة اهو، ودي واحدة قبلها واحدة بعدها، واللي على الابرة الرابعة، فالمسألة بتاع السحب بتكون اسهل.
وبقفل على طول وايه واقفل معاها السلاسل اللي جايه. شايفين المنظر؟ كل مره بيفضل يضم كده لحد ما يكون مربع. باخد معايا كده على الابره وبسحب، تمام. وقت ما بوصل للقمه باخد منها واحده من الجوانب وارتفع سلسله، تمام. طبعا انا هسحب على طول من اللون التاني. طيب هو انا ينفع اساسا استخدم لون تاني وانا بعمل مربع متري او مربع من الزاوية للزاوية؟ اه ينفع، وعلى فكرة بيكون شكله حلو جدا. وينفع كمان تعملي كل صف بلون، مش بس ان انت تعملي يعني شوية وشوية، لأ ممكن تعملي كل الصف فعليا بلون، وهيكون على فكرة يعني شكله غير معاكي وشكله هيكون مميز قوي على فكرة، حلو قوي وينفع في حاجات كتير. انا كده ارتفعت سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض، وصلنا للقمة. يبقى لازم واحدة قبلها واحدة بعديها، ولا على الإبرة هي الرابعة. مش برتفع سلسلة وارجع اقفل، لا بقفل على طول وانا شغالة. شايفين؟ هستكمل عادي. بصوا ادي السلسلة اهي في نصها كده، كأن هاخد غرزة بسيطة واروح داخلة كده في النص واسحب. على فكرة الغرزة العدلة من أساسيات الكروشيه التونسي، وفي الوقت نفسه هي غرزة بتدخل في حاجات كتير جدا، يعني أكتر من أي غرزة ممكن نتعلمها أو لسه اتعلمناها أو لسه هنتعلمها. القمة خدت واحدة وبدخل وأسحب وهكذا لنهاية الصف. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا كل مرة السحب معايا بيقل، لان انا فعليا زي ما اكون بنقص واحدة في النص، واحدة قبلها واحدة بعديها. ما ننساش المرحلة دي، لان احيانا بنشتغل والموضوع بياخدنا كده فايه ننسى احنا بنعمل ايه في الاساس. واحدة في القمة كده معايا تلاتة، بعد القمة، القمة هي فيها تلاتة وهي من تحت، في اتنين اهو، ادي واحد اتنين. ارتفع سلسلة ودلوقتي هسحبهم، تمام، الأربعة، وأكمل بقفلة الصف، تمام. بعد كده في واحدة أهي، وأدي واحدة الجنب، ارتفع سلسلة وبسحب وأقفل المربع بتاعي. زي ما احنا شايفين المربع بتاعي يعني الخيط الأبيض خلص، استكملت بلون تاني، ما فرقش، بالعكس ده ضاف وأفضل وأحلى. المربع السادة اهو، ممكن مربع سادة، ممكن مربع الوان، ممكن تستخدمي خيوط جنجام، يعني المسألة مفتوحة قوي وحلوة قوي. وزي ما انتم شايفين حتى تأثيره في الخيط الرفيع برضو شيك ومختلف، تأثيره في الغرزة البسيطة بنفس الالوان برضو غير، ويعني تحفة بجميع الاحوال. تعالوا دلوقتي، مش هسيبكم برضو في حالكم ما تقلقوش، دلوقتي تعالوا نشتغلوا على خيط رفيع بعد ما استكملنا اجزاء المربع. طبعا كنت بلاقي 10 بكمل 10 كمان واروح شغاله مربع فيطلع معايا الشكل كده. طيب هو انا هفضل شغاله كده مش هخلص؟ يعني ما فيش مثلا مربع ضخم هيعمل معايا مثلا يعني حجم كده وشكل ويكون ليه منظر؟ لا اكيد فيه. تعالوا دلوقتي نستخدم خيط ابيض اهو وهنستكمل مربعات. طيب هي الفكره كلها مبنيه على ايه؟ مبنيه على فكرة ان انت بتلاقي 10 مربعات، تمام. انت مثلا العدد الاساسي بتاع المربع ده 20، فانت مثلا هنا بتلاقي هنا في الزاوية دي 10، فانت محتاجة تكملي 10 كمان، تمام. ما جيش مثلا هنا يكون مثلا الجزء ده 20، تمام، اهو هنا مثلا، وروح انا واخده كل السلاسل، لما تيجي تعملي مربع يبقى المربع التالت هيجي هيقفل كده، فاهماني؟ يبقى انت ما عملتيش مربع، يبقى انت عملتي حاجه ليها زوايا زي المثلث لكن ما عملتيش مربع، تمام. فانا بعمل ايه؟ بروح على زاويه فاضيه، فاهماني، واعمل مربع، زاويه تانية واعمل مربع، تمام، وهكذا. تعالوا دلوقتي هنستوعب الموضوع اكتر مع بعض. انا هنا اهو عندي اكيد 10، طيب ممكن يطلعوا اكتر من 10 او ممكن يطلعوا اكتر من 10. تعالوا نعد مع بعض، ادي واحد
اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، واللي في الجنب دي انا معدتهاش كده 10. تمام، هروح هنا على القمة دي كده طبعا من الجنب، اوكي، اسحب وارتفع سلسلة كده. انا عملت اول سلسلة، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، وادي 10 كده، بقوا 20 واحدة معايا. ظهر السلسلة زي ما متعودين وبسحب. لما باجي اخد سلسلة باخد السلسلة كلها، ما مش باخد طرف. تمام، اخر الصف برتفع سلسلة. دلوقتي بتأكد ان هما 20 واحدة، طبعا انا متأكدة من قبل. هبتدي اسحب كل اتنين مع بعض، ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام، عند التاسع وادي العاشر اللي هي الواحدة اللي في النص، واللي من بعدها الحداشر. تمام، اتنين اربعة ستة تمانية تسعة، ماشي، وادي المفروض العشرة، والدبوس بيتحط هنا يقسم ما بينهم. تمام، دي يعتبر هي اللي في المنتصف اللي هي رقم 10 من على الشمال، وادي رقم 11 ورقم 9 هي من قبل، وديت كده ادي 2 3 4، وبسحب كل اتنين مع بعض. تعالوا ننهيه مع بعض زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر على طول، الاتجاه واضح اهو. تعالوا بقى ننهي المربع ده مع بعض. ادي القمة واحدة، من بعدها القمة فيها تلاتة، من ارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. انا كده وصلت للقمة واديها باينة اهي، اسحب كده اتنين تلاتة اربعة، مش برتفع سلسلة وارجع اقفل لانه شايفين هيبقى فيه فراغ هنا. لأ، انا لما باجي اقفل القمة نفسها باخد معاها على طول قفلة الصف. بعد كده واحدة، وادي التانية القمة اهيت باينة حتى من السلاسل بتاعتها. القمة عاملة ثلاث سلاسل اهم، ليها واحدة هنا من فوق. تمام، وادي طالما هي دي ثلاثة يبقى الرابعة غرزة عادية لنهاية الصف. ارتفع سلسلة، ولما باجي اسحب بسحب كل اتنين مع بعض. وبما ان خلاص المربع بيخلص، القمة اهي واحدة قبلها واحدة بعديها كده اهو، يبقوا اربعة، وبقفل كمالة الصف عادي. بعد كده واحد، تمام، ادي القمة واحدة برضو، وادي الغرزة اللي هي فيما بعد القمة واحدة من الجنب. ارتفع سلسلة، ودلوقتي هسحب كام، ادي كده الواحدة على الابرة واحدة كمان، وادي التالتة وادي الرابعة. تمام، واقفل عادي. بعد كده القمة بس، اوكي، وفي واحدة هنا اهي في الجنب، وارتفع سلسلة واقفل المربع بتاعي. زي ما احنا شايفين المنظر على طول كون نفسه. نفترض ان انتي اولا وانتي شغالة، يعني مثلا انا دلوقتي لو جيت اشتغلت هشتغل مثلا من هنا كده مربع، تمام، هيكون نفسه بطريقة ما، اوكي، هاجي احود نفسي كده مثلا واشتغل هنا مربع، فهماني، هشتغل بعديها مثلا هنا مربع. نفترض بقى ان في مثلا حاجات انت مش عارفة تحليها او مش عارفة تحط لها مربع باي شكل كان، بس هي ينفع تحط لها مربع، يبقى انت هتعملي ايه؟ هتجيبي عادي بكل بساطة وحدة مربع لوحده كده، وتروحي مشبطاه
كوحدة كده خاصة بيها بدون أي وجع دماغ. أوكي، لو أنت عايزاه تعملي مربعات وتقعدي أنت تشبطي، اتس أوكي، برضو سهلة وحلوة. الفكرة كلها ان هو ماشي على اعداد، الاعداد انت بتتبعيها وبترجعي تقسمي الموضوع كعدد وترجعي تشتغلي، بيكون معاكي شكل المربع. اعتقد ان الطريقة كده وضحت، عملناه بكذا شكل كذا لون، نقدر ان احنا ندمج الوان، ونقدر ندمج الوان اكتر من كده بكتير، نقدر نخليه سادة، نقدر نكمل ويبقى مفرش او بطانية او قطعة ملابس، anyway زي ما انتوا حابين. المسألة يعني حلوة قوي ويعني مرحة وفيها تفاصيل وفيها شغل حلو. أتمنى يكون عجبكم الفكرة اللي احنا عملناها النهاردة، وبكده نكون خلصنا تالت فيديو والأخير من سلسلة المربع المتري أو مربع من الزاوية للزاوية. عملناه بطريقتين وعملنا التوصيل بتاعه بشكل بسيط وسهل، واتمنى يكون عجبكم اللي احنا عملناه النهارده. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهارده لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه، باي.